الرئيسيه في هذا السياق وانا بكررها مره اخرى انه لم يصدر عن اي جناح اخواني في اي عاصمه سوى مجموعات النوعيه العنيفه اللي كان يقودها محمد كمال رفض الحوار لا في لندن ولا في تركيا ولا في سويسرا. لم يصدر اطلاقا بيان رسمي واحد من الاخوان المسلمين بيقول احنا بنرفض الحوار الوطني. بخلاف هذا كان هناك محاولات مستتره وبعضها شبه علني وبعضها بيقول انه ده يعني يبقى مصالحه. الاخوان مع انعقاد الحوار الصدمه الاعظم كانت يوم 3 مايو الجلسه الافتتاحيه. لم يشهد الاخوان غيابا لاحد في الحوار الوطني، لم يشهدوا غيابا لخيط واحد. يعني احنا ملاحظين من 3 مايو لغايه النهارده في تجاهل للحوار الوطني. هم انتقدوا حضرتك طبعا، انا منتقد بشكل شخصي يعني هم يعني شافوا 18 مايو كان متحدث الإخوان بينتقد حضرتك. أنا معرفش انتقدني في إيه لكن ده معتاد يعني. إنما أقصد بياخدوا قضية صغيرة من الحوار ممكن يعني ده كانت تصريحات أخرى قلت إنه يعني الإخوان خرجوا من الساحة وقلتها كدارس مش كمنسق يعني. كرجل قضيت من عمري 40 سنة أدرس هذا الموضوع فكان ده رأيي كدارس. وبالتالي التجاهل ملفت ما عدا قضايا صغيرة تخصهم. ده معناه انه ده بالبلد اللي هو المثل المشهور انه يعني بيضع راسه في الرمال وخايف يشوف الحقيقه وخايف اكتر. هو بيهاجم الدوله بيهاجم الحكم بيهاجم المعلاء لكن هو خايف يهاجم الحوار انه هيضطر يهاجم الكل.